راه ماشي القوانين اللي خصها تبدل بوحدها، راه الا ما كانش العقليه تبدلو واخا تجيبي القانون تجيبيه منين ما بغيتي تجيبيه ما غادي يقضي شيء، ولكن ملي كتمشي للباب الوقايه احسن من العلاج، وباش توصلي الوقايه خير من العلاج هي تضرب صراحه، وباش تضرب صراحه خص يحلوا لك الباب. حيت جاو عندي بنات حالات ديال امهات عازبات من الجامعات، كنقول لها شوف بنيتي شتي كيفاش زوين حداك لابس مزيان وزوين، قال لي كنبغي نقول حتى انا مش ديدك عندك، لان انت تحملي وتحصلي هو يهرب ويخليك. راه العائلات الكبار كيتصيدوا فيها بنات العائلات الكبار، ماشي الفقر، ماشي تقولي خرجت للبغا باش تقلب على ما تاكل، لا مشات لان قاولها بالزواج خطبها، بعض المرات كيخطب كيمشي يخطب ويديروا ويفرحوا ويجيبوا النوار وداك الشيء، وملي كيفوز بها تحمل كيمشي يهرب ويخليها. ودابا المصيبه ولينا كنسمعوا حاجه اخرى، البنات كيحملوا لان والد خطبوا عند والديهم بالكونترا، الكونترا انا غادي ندي بنتك ومني نرجع من الخارج غادي نزوجوها، ولكن كيخلي لها الحمل وهرب. اول حاجه وثاني حاجه القران، القران ياك المغرب يعني في الدستور ديالو مذكور القران، القران كله فيه تربيه جنسيه. اول سوره قراها سيدنا جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم محمد، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. يعني الساده العلماء مع الاساتذه بغيت نخلي لكم وصايا، راه الا ما كانش تربيه جنسيه دارت ولادنا وناسا بناتنا كيبغيو اللي يهضر معاهم في هذه المواضيع. راه حنا باقي غاديين واحد الطريق اللي ماشي مزيانه، وهاد الولاد اللي كيتولدوا وكيسمحوا فيهم والديهم راه ما كيكبروا بواحد الشحنه ديال الكراهيه، لان هو كيقلب على الجدر ديالو. وها انا كنقول لهم ها ودي منكم لا الحكومه ولا المغاربه ولا ولاد اليوم ولا بنات اليوم، ردوا بالكم في هذه المساله هذه.